حبيبي يا رسول الله، هذه الكف كم تشتاق إلى أن تمس كفك الشريف. وكم يشتاق الفم أن يقبل يدك الشريف. صحيح هذه اليد تلوثت بما لا ينبغي، ولكن حبيبي يا رسول الله، منذ هذه الليلة ننوي التوبة، نتوب إلى الله، فلا تمتد أيدينا إلا إلى ما يرضي، حتى تتهيأ لجميل المصافحة، وتتهيأ هناك في ساعة الورود على حوضك الشريف.